قصة مراجعة كده على السريع على كل اللي خدناه في الألجبرا، ويا رب نستفيد بيها كلنا، ويا ريت فترة الأجازة دي ما ناخدهاش كلها تهريج ولعب، لأن الامتحان مفيش حاجة ملغية والامتحان في ميعاده. يعني حضرات لازم الأسبوعين دول نستغلهم أحسن استغلال. تعالى كده بقى، أنا جايب لكم أسئلة من الامتحانات على المنهج كله، اللي خدناها هنحله واللي ما خدناهوش يعني هنشوف إن كنا نعرف نحله لوحدينا أو نستنى لما نشرحه. تعالى كده، أول سؤال بيقول لك 5x equal 10، 5x ب 10، عايز x over 2. لا، الأول طالما 5x ب 10 يبقى حضرتك نقدر نجيب الاكس. انا رحت جبت 5x ب 10 جنيه، يبقى الاكس بكام يا بطل؟ هتقول لي 2 جنيه، تمام. بس هو عايز يا حبيبي، عايز اكس اوفر 2. حلو قوي، يبقى اكس اوفر 2 ب 1، هاف 2 باور 20، هاف 2 باور 20، يبقى 2 باور 20 ديفايدد 2. جميل جدا. طب في الديفايدد بنعمل ايه في الباور؟ بالماينس 20 ماينس 1 يبقى 19، يبقى الاجابه حضرتك 2 باور 19. جميل جدا. طيب السؤال اللي بعده، شايف البوينت يا ابني؟ هنمشي يمين، هنمشي يمين لغايه فين؟ تعالى كده 1 2 3 4 5 6، مشينا 6 خانات يمين، يبقى 6.8 تايم 10 باور نيجاتيف 6. جميل جدا، الكلام ده مفهوم حضرتك؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لك ذا probability of success of a student 0.8، احتمال النجاح 0.8، يبقى احتمال زين ذا probability of failure. الكلام ده انت عارفه من ستة ابتدائي، احتمال النجاح 0.8 يبقى احتمال السقوط اكيد اكيد 0.2، وده لسه درس هناخده قدام شوية. طيب سكوير روت، سكوير روت ال 10 باور 2 ب 100 وال 6 باور 2 ب 36، نماينس الاول 100 ماينس 36 64، سكوير روت 64 يبقى 8، يبقى الإجابة 8. السؤال اللي بعده، نيجاتيف 3 باور 2 بكام؟ نيجاتيف 3 باور 2 إن شاء الله ب 9، نيجاتيف 3 باور 2 ب 9. طب هو عايز إيه سيادتك؟ عايز المالتيبليكيتيف إنفرس بتاع ال 9. طب ال 9 تحتها كام؟ 1، يبقى المالتيبليكيتيف إنفرس بنشقلب يبقى 1 أوفر 9. جميل، 49 اوفر ايه يديني الكلام ده؟ طب بالراحه كده بقى، شايف الباور 2 اللي على البراكت؟ هيوزع بركاته على الاليمنت اللي جوه البراكت، دي هتبقى 7 باور 2 اكس باور نيجاتيف 2. الاكس باور نيجاتيف 2 المفروض تنزل تحت، الباور النيجاتيف عارفين الباور النيجاتيف لو فوق ينزل تحت، لو تحت يطلع فوق. طب 7 باور 2 يا ولاد، مش 7 باور 2 49؟ حلو قوي، اكس باور نيجاتيف 2 هتنزل تحت، تبقى اكس باور 2، يبقى هكتب هنا ايه؟ اكس باور 2. طيب يا ريت اللي المايك عنده مفتوح عشان صوت الزنه بعد اذنكم يقفل المايك، وفي الاخر هخليك تفتح المايك وتكلمني. نمبر 3 في كومبليت ما خدناهاش لسه، بس تعالى اعرفك عليها مؤقتا لغايه ما ندرسها بالتفصيل. بيقول لك نيجاتيف اكس، نيجاتيف اكس ليز ذان 5، نيجاتيف اكس ليز ذان 5، هنعمل ايه؟ تعالى نشوف. لما بنغير علامه الاكس، لما بنغير العلامه في الانيكواليتي، الليس تبقى مور والمور تبقى ليس. يعني دلوقتي جنابك نيجاتيف اكس ليس ذان 5، وغير علامه الاكس وغير علامه ال 5، الليس ذان تبقى مور ذان على طول. ذا بروبابيلتي اوف سيرتين ايفنت دي انت عارفها من سنه 6. طيب 5 باور 10 بلس 5 باور 10
بلس 5 باور 10 بلس 5 باور 10، ايه الجمال ده؟ يعني 5 5 باور 10 اهو، يبقى 5 باور 11. بيقول لي سمبليفاي. السؤال الثالث نمبر ايه سمبليفاي؟ تعالى يا جميل هنعمل ايه؟ اهو ادي الخط بتاعنا الفلاكشن هنا حضرتك. ايه باور 3 ايه باور 5 ايه باور نيجاتيف 2، وتحت كمان في ايه باور نيجاتيف 4. اقول لك على حاجه احنا اتفقنا عليها قبل كده، نعمل ايه سيادتك؟ الباور النيجاتيف لو فوق ينزل تحت، لو تحت يطلع فوق. انا سبتني خالص من الاي باور 3 والاي باور 5 والاي باور 3 اللي تحت. شوف بقى معايا الاي باور نيجاتيف 4 اللي تحت دي هطلعها فوق، تبقى ركز بقى معايا، هطلع الاي باور نيجاتيف 4 هطلعها فوق. لما تطلع فوق الاي باور نيجاتيف 4 هتطلع باي باور 4. جميل. شايف الاي باور نيجاتيف 2 برضو هنزلها تحت، بقت ايه؟ اي باور 2. جميل جدا. طيب تعالى بقى، مش فوق دول تايمز يا حضراتكم؟ جميل. التايمز يبقى ايه؟ في التايمز بنعمل ايه في الباور؟ ادي اي باور 3 اي باور 5 اي باور 4. لما نجمعهم يا اولاد مش في التايمز بنعمل بلس للباور، هتطلع اي باور 12. طيب ادي اي باور 2 ادي اي باور 2. حلو، عند حضرتك هنا a باور 2 و a باور 3، يبقى ان شاء الله a باور 5. طب ده كده مش ديفايدد؟ a باور 12 ديفايدد a باور 5، في الديفايدد بنعمل ماينس للباور. خلصت. سؤال جميل ولازم يجي في الامتحان. بالنسبه لنمبر b لسه ما خدناهاش، لسه ما خدناهاش، بس اعتقد اللي بتدربه الاساتذه اللي بتدربه ادوكوا السؤال ده، هشرحه بسرعة وكده كده هنعيده بالتفصيل. بص يا جميل، بيقول لك 3x 3x بلس 1. طب البلس 1 دي هبعتها هناك، البلس 1 هبعتها بالانفرس. جميل جدا، تعالى كده معايا بالراحة، بلس 1 هتروح جنب ال 10 هيبقى 3x للزان or equal 10 minus 1، يبقى 3x للزان or equal 9. طب انا عايز x بس، ال 3 مش تايمز، هعمل divided 3، هنا هعمل divided 3 وهنا هعمل، هتبقى x للزان or equal 3، x اصغر من 3. السوليوشن ست بقى بنكتبها بطريقه كده، ركز معايا، ست x such that x belong to q فاصلة x للزان 3 اللي انت وصلت لها، للزان or equal 3. اعمل اسئلة المهمة جدا ان مفيش امتحان الا ما لازم يجي السؤال ده اهو. بص يا جميل، بيقول لك square root negative 2 power 2. طب ما negative 2 power 2 يا ولاد ب 4 over 9 بلس سكوير روت 9 اوفر 4. جميل. بلس ولا تايمز؟ تايمز 3 باور 0. بالراحه بقى كده، الجزء الاولاني ده شايفه روت 4 ب 2 وروت 5 ب 3 بلس 3 اوفر 2 تايمز 3 باور 0 بكام؟ بعد كده هنكتب الجزء ده كامل كده على الاله ونشوفه هيطلع معانا كام على الآله. طلع ان شاء الله 13 اوفر 6، اعتقد سهل. بيقول لك a letter is selected randomly from word ناصر، اخترنا حرف من كلمه ناصر. الدرس ده اخر درس في المنهج لسه ما خدناهوش برضه. بيقول لك what is the probability of selecting s؟ طب دول كام حرف؟ 1 2 3 4 5 6 كلهم 6. الاس اتكررت كم مره؟ مرتين. يبقى بروبابيلتي اس، بروبابيلتي حرف الاس، الاس اتكرر كم مره؟ مرتين، وكلهم كام؟ 6. ونعمل لها سمبلست. طب الار اتكرر كم مره؟ مره واحده. يبقى بروبابيلتي ار هيبقى 1 اوفر 6. طب
الاف اتكرر كم مرة؟ ولا مرة، يبقى probability اف ولا مرة يعني 0 over 6 equal 0. طيب تعالى هنا يا جميل، ممكن برضو الباور النيجاتيف ننزله تحت ونطلعه فوق وكده. ممكن ولد شاطر يقول لي مش دي نيجاتيف 2 يا مستر، ودي 3 يا مستر، ودي 1 يا مستر. طب ما نعمل بلس للباور، مش فوق تايمز نيجاتيف 2 بلس 3 1 بلس 1 يبقى 5 باور 2. وتحت يا مستر مش دول تايمز برضو، 5 ونيجاتيف 4 يبقى 1، يبقى 5 باور 1. مش ده كده ديفايدد يا ابني؟ في الديفايدد بنعمل ماينس، يبقى 5 باور 1 اللي ممكن نكتبها 5 بس. طب تعالى يا جميل، هنا 3x وهنا ايه؟ 2x. ده ما ينفعش، لازم نلم الاكسات مع بعض. طب هنقوم جايبين ال 2x الناحيه دي، ادي 3x. ال 2x لما تيجي من اليمين للشمال هتيجي بالنيجاتيف، حلو؟ ايكوال، ادي 5. هجيب لها مين؟ هجيب لها ال 1 ماينس 1، يبقى اكس حضرتك ايكوال. ما طبعا جت منين الاكس؟ هتقول لي جت منين؟ هقول لك 3x ماينس 2x، هتقول لي اكس. 5 ماينس 1 4، يبقى الاكس بكام؟ ب 4. جميل، يبقى السوليوشن ست حضرتك ايكوال 6 4. طب تعالى نشوف امتحان تاني، احنا حكينا حلينا امتحان كامل بالمناسبه، امتحان تاني اهو. الله، اول سؤال ال A equal ال B، ال A equal ال B. طيب عايز 3 over 4 باور A minus B، هي مش ال A equal ال B؟ يبقى اكيد A minus B بكام؟ طالما هم قد بعض يبقى A minus B بايه؟ بزيرو. اي حاجة باور زيرو يبقى الاجابة 1، يبقى 1. طيب هاف 2 باور 20، ده السؤال ده كان موجود في الامتحان اللي فات. اي هاف يا اولاد بنعمل ديفايدد 2، يبقى 2 باور 20 ديفايدد 2. في الديفايدد بنعمل ماينس للباور. رائع، سؤال جميل ومهم وبيجي كتير، حلو قوي. تعالى هنا، البوينت فين؟ همشي يمين كام خانه؟ 1 2 3 4 5. يبقى ان شاء الله هتبقى 10 وانا مشيت يمين نيجاتيف 5. ايوه ايوه. طيب تعالى يا بابا، بيقول لك اديتيف انفيرس. اديتيف انفيرس، فاكر انا الاديتيف انفيرس اللي بنغير فيها العلامه، البوستيف يبقى نيجاتيف والنيجاتيف يبقى بوست. ايوه، شيل النيجاتيف، نيجاتيف 3 باور 2 بكام؟ ب 9. بس هو عايز ايه؟ عايز الاديتيف انفيرس. ال 9 الاديتيف انفيرس بتاعها ايه؟ نيجاتيف 9، يبقى هختار نيجاتيف 9. probability of success، احتمال النجاح 0.6، يبقى احتمال السقوط 0.4. جميل جدا، السؤال ده بيتكرر اهو، تاني امتحان يجي السؤال ده برضه. ال 8 هنوديها another side جنب ال 10، هتبقى 10 minus 8، تبقى الاكس بكام؟ ب 2. الاكس بايه؟ ب 2. طب هو عايز 9x، الاكس الواحده ب 2، يبقى 9x ب 18. طيب هنا سكوير روت 5 باور 2 ب 25، 4 باور 2 ب 16، 25 ماينس 16 ب 9، سكوير روت ال 9 3. بس ده لسه احنا ما خدناهوش، البروبابيلتي لسه، انا جايب امتحانات على المنهج كله، درس البروبابيلتي لسه ما خدناهوش. اي بروبابيلتي عموما بيكون بتوين 0 و 1، اي بروبابيلتي بيكون بتوين 0 و 1. السؤال ده جميل واتكرر كتير، 4 باور 5 بلس 4 باور 5 بلس 4 باور 5 بلس 4 باور 5، ايه ده؟ هتبقى 4 4 4 باور 5. حلو قوي، فاكر دي؟ يبقى 4 باور، السؤال ده مهم. تعالى يا جميل، معاك يا بالراحة، الواي جنبها ايه؟ نيجاتيف 5. لو وديت النيجاتيف 5 الناحية التانية هيروح ايه؟ بوزيتيف 5.
طب 0 بلس 5 اهو ادي y مور ذان 0 بلس 5، يبقى الواي اكبر من 5. خلي بالك الواي فتحه الانيكواليتي ناحيه الواي، احط الواي فين، هنا ولا هنا؟ لا الواي تبقى هنا عشان اهي بق السمك اهو، وهنا الفايف. جميل جدا.